التحضير هذا شوية خاص. لماذا؟ لأن بدينا نسترجعوا لاعبين مصابين وراح يتنقلوا معنا، رغم نقولوا بالك 50% كاين لاعبين ما يكونوش، وكاين اللي ممكن يكونوا في البنك الاحتياط. ليسونسيال حنا رانا نبريباريو هاد لي يوج بور لا سويت، با اونيكمون للماتش تاع البارادو. الحمد لله تعافيت من الاصابه تاعي اللي تلقيتها في المباراه تاع كاس الجمهوريه. الحمد لله وين رجعت البارح دربت مع الجروب وعلى الفيرا تاني. الاصابه تاعي تعافيت 100% وراني في الجروب والحمد لله، وما راحش يكون سهل، وحنا راح ندورو توب ولوتو باش ان شاء الله نديرو نتيجه ايجابيه ونفوزو بمقابله. لوبجيكتيف نيميرو 1 شامبيونا المانتيان، ومن بعد لوبجيكتيف نيميرو 2 اللي هو لا كوب، ونحضروا لها كيما لي ماتش اللي فاتوا، والحمد لله يا ربي رانا ايفيتين في هاد الروتور لا ديفيت، وان شاء الله نكملوا كيما هاك ونديروا ان بون ريزولتا. اونشينيو كيما راك تشوف رانا نحضروا لها وان شاء الله نديروا ان بون ريزولتا تما. في الشامبيونا راه باقي لنا دي فينال، سي بون ماتش، باقي لنا دي ماتش كيما يقول لك، باقي لنا دي فينال كاع.